سؤال: ما رأيك الذين إذا حضروا إلى المسجد لأداء الصلاة اشتغلوا بالسواليف والكلام فيما بينهم حتى تقام الصلاة؟ هل يصلون تحية المسجد؟ أي نعم. إذا صلوا تحية المسجد وصلوا الراتبة إن كانت الصلاة مما لها راتبة قبلها، فالأفضل أن يشتغلوا بالقرآن وأن يشتغلوا بالتسبيح وبشيء ينفعهم، لأنهم لا يزالون في صلاة وانتظروا الصلاة. فإن تشغلوا بكلام آخر نظرنا، إن كان مما يحرم فإن حديثهم أو فإن تحدثهم به وهم في المسجد وفي انتظار الصلاة يكون أشد إثما، وإن كان من الأمور المباحة فلا بأس بذلك ما لم يشوش على غيرهم. فإن شوشوا على غيرهم فإنه لا يحل لهم التشويش على المسلمين.